قلوبنا مع أشقائنا الليبيين اللي قاعدين يتعرضوا المشاكل الكبيرة برشا اليوم موجودة في ليبيا. هذاك علاش حاضر بحضنا سي رافع الطبيب خبير في الشأن الليبي، حاضر معنا بالتليفون. صباح الخير ومرحبا. صباح النور. مرحبا بك سي رافع. يعيشك سي رافع. اليوم التونسي يحب يفهم شنو اللي صاير اليوم في ليبيا وعلاش وصلنا للحاله هذه. والله هي معناها عندنا مده راهو قاعدين وفي غلاسون دالارم ونقولوا راهو معناها الامور قاعده في ليبيا راهي معناها غير مقبوله وعندها معناها اخطار كبيره على المنطقه وعلى الشعب الليبي معناها بالاساس وايضا على شعوب المنطقه وعلى امن القوم. نعرفوا اللي ليبيا معناها في 2011 خلافا لكل ما تم تقديمه ما صارتش فيها ثورة، صار فيها حرب حرب واعتداء عدوان كبير من طرف حلف الناتو على الشعب الليبي على مقدراته وعلى دولته ولم يتم اسقاط النظام، تم اسقاط الدولة في ليبيا، تم تفكيك الدولة في ليبيا. ومن وقت من 2011 معناها والميليشيات ترتع في ليبيا وتتحكم معناها في رقاب الناس في مقدرات الشعب الليبي. في نفس الوقت الدول الكبرى اللي قامت بالعدوان هذايا لم تتضرر معناها بشكل مباشر باعتبار اللي النفط قاعد ديما معناها يمشي والمصالح نتاعها معناها محفوظه. أي. ولكن في المده الاخيره يبدو انه معناها هناك معطيات جديده تم ما يسمى معناها بالخارطه الطاقيه، يعني معناها الخريطه نتاع الغاز ومعناها تمريره معناها من شرق المتوسط الى المنطقه اليوم اللي تم اكتشافها اكبر مدخرات النفط في العالم. اضافه لذلك انه معناها فما معناها المشروع الكبير للصينيين اللي اسمه طريق الحرير وعقد اللؤلؤ واللي مر ايضا معناها من قلب المتوسط، وبالتالي معناها اصبحت المنطقه هذه معناها اللي فيها احنا وليبيا وغيرها منطقه نتاع صراع للنفوذ، صراع كبير معناها للنفوذ، واصبحت معناها الحرب الاهليه اللي قاعده تعيش فيها ليبيا معناها من 2014 ليوم هذا اصبحت الدوله هذه الحرب هذه اصبحت معناها حرب الوكاله، حرب قوى عظمى، حرب قوى اقليميه على الارض الليبيه بادوات ليبيه بميليشيات ليبيه فهمني. وفي نفس الوقت معناها كل معناها مجموعه عندها معناها ما تنجم تقدمه معناها لتبرير شيء تقوم به. استاذ رافع في الزياره الاخرانيه اللي كانت موجوده في بلادنا زياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقيس سعيد لهنا رئيس الجمهوريه التونسيه والحوار اللي دار ما بيناتهم، فما برشا عباد اللي كانت عندها معناها كانت عندها بعض التحفظات على موقف الرئيس التونسي في الشان الليبي في حول الشان الليبي الكل. انت شنو رايك؟ أنا رأيي أولا الساعة معناها هي الزيارة ذي وقبول تونس معناها الزيارة ذي بالرغم هو معناها من صعب جدا بالنسبة لتونس اللي معروفة اللي معناها الابتسامة الأخلاقي إيثال معناها الأصدقاء بتسامش تونس ترفض معناها أنه أردوغان يجي في زيارة فجرية يعني كان زيارة لا منظمة لا حتى شيء معناها جاب فقط معناها التقاط الصور واستغلالها لابتزاز معناها الرأي العام فقط معناها بالحق ما كانتش زيارة مخططلها. كانت زيارة لا أكثر من كيكة معناها كانت حتى فيها معناها نوع من معناها الضحك على الضحون متاع التوانسة مش تليش معناها مرة معناها المنطقة داخلة الحرب إقليمية دامية معناها فيها صراع متاع معناها جبابرة على المستوى العسكري والأخر يحكي على التمر هذه معناها أول حاجة. ثاني حاجة كانت الرئاسه التونسيه واضحه فهمني في معناها في الفتره اللي اعقبت الزياره ذي فتره واللي معناها يلزم تونس هو يصدر عن الرئاسه ويصدر عن معناها الحكومه التونسيه اللي معناها يصدر على اطراف اخرى ما يهم كان الاطراف هذيك وما يلزمها كان هي، بمعنى انه معناها ينجم اردوغان يحكي معناها قدام اعضاء الحزب نتاعه ويتبجح انه معناها افتك من تونس انحياز الى حلف معين من حقه معناها ما فهمني، لكنه يحلم معناها لانه معناها تونس لا يمكن تدخل في احلاف وخاصه حلف معناها مع تركيا ومع السراج. ونسى حاجه معناها مهمه سيد معناها اردوغان معناها اللي هو يبدو كان مستعجل الى اقصى درجه معناها للحصول على هالمقابله والصوره معناها الرمزيه في قطر قرطاج انه تونس حلف معناها بلد حليف الحلف الاطلسي من دون ما انها تكون عضو وعندنا التزامات إذا هذا الحلف معناها فهمني العالمي اللي لا يمكن أنه معناها يتعدى التزاماتنا معاه معناها أي طرف لا فيه معناها فهم تركيا، بالتالي معناها لازم تكون الأمور واضحة فهمني كيفاش
الزيارة كانت فقط معناها لالتقاط الصورة ومحاولة تأثير على الرأي العام العالمي، وكأنه معناها فهمني معناها تونس أصبحت معناها تابعة لحلف معين، حين أن المسألة أعمق ألف مرة من هذا. المكاش ولا يمكن لتونس أن تغدر معناها فهمني معناها الشعب الليبي وأن تقوم معناها فهمني معناها ب معناها أن تقوم معناها فهمني بالتعامل بهالطريقة هذه المشينة معناها مع ناس معناها شيء اللي يحدى معاهم فهمني هو الدم والمصير المشترك. أكيد بسي رفع باش نختمه في الأخر بالكل لي متى جايش ما تنجم تزيد تورينا في بخصوص ليبيا وشأن الليبي الكل؟ ثم عديد السيناريوهات معناها ممكن أن معناها أنا أتحدث فيها، هناك معناها إمكانية تصعيد كبرى ودخول معناها قوة كبيرة معناها في المعركة في ليبيا لجانب هذا الطرف. هناك أيضا السيناريو الثاني اللي هو أن تدوم أكثر مسألة الحسم العسكري في طرابلس ومعناها بمجيء المقاتلين هذوما الإرهابيين من سوريا ومعناها قد معناها نجموا معناها يجوا حتى جنود أخرين معناها من تركيا ودخول أيضا لاعبين أخرين معناها من فرنسا من روسيا من مصر. أكيد الشيء هذا اللي تحكي فيه الكل عنده تبعيات على تونس. كما قلت السيناريو الثالث هو معنى أنه يتم الاتفاق معنى في برلين وإنهاء معنى هذه معنى الدورة من العنف معنى في ليبيا والمرور معنى إلى إعادة الأعمار. كل سيناريو عنده تأثير على تونس. السيناريو الأول اللي هو سيناريو كارثي معنى ينجم يجعلنا مرة أخرى معنى معرضين لتحمل مسؤولية العبث الجيوسياسي والجيوستراتيجي لبعض البلدان. الثاني معناها يكمل يواصل معناها في الأزمة، وإحنا تونس تعودنا توا معناها قرابة 10 سنين إحنا عايشين معناها متعايشين مع هالأزمة الليبية التي معناها لها بداية وليس لها نهاية. والسيناريو الثالث اللي نتمنى إنه تونس تدفع فهمني هي والجزائر والدول الأخرى المضرة معناها من التدخل العسكري في ليبيا، إن شاء الله معناها السيناريو الثالث هو اللي يتحقق. إن شاء الله نعمل نحن إن شاء الله على تحقيقه، لأنه هذاك فيه مصلحة للجميع، مصلحة أولا للشعب الليبي ومصلحة أيضا معناها لكل بلدان المنطقة وعلى رأس تونس اللي بالحق معناها تجري تكون معناها إعادة الأعمار هو متنفس خارق العادة لاقتصادنا والأوضاعنا الاجتماعية. واضح، شكرا لك الأستاذ رفع الطبيب الخبير في الشأن الليبي، يعطيك صحة على المداخلة هذية. احنا هكا نكون وصلنا للختام. قبل جست ما نختم باش نعطيكم النتيجة متاع السونداج اللي موجود اليوم على الباج فيسبوك متاعنا، هل أنت مع تدخل رئيس الجمهورية في الشأن الليبي أم لا؟ 53% من التوانسة اللي يسمعوا فينا مع تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد و 47% ضد التدخل في الشأن الليبي. ريم، كلمة الختام، احنا هكا نكونوا كملنا، ان شاء الله نهارك زين. ميرسي، وغدوة ان شاء الله نحب ندعو المستمعين الكل باش يتابعونا غدوة ان شاء الله من 7 حتى 9 نهار، نحكي ونعملوا ريكاب على اهم الاحداث اللي صارت في تونس وفي العالم زادة في 2019، وان شاء الله العام الجديد يكون مبروك على تونس الكل. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، خليكم ديما في الاستماع. شوية اخر تلقاو برشا موسيقى ومن بعد تجيكم ماهي في هدرة تونسية على نجمة فيم نص النهار بالضبط. ان شاء الله شهية طيبة للجميع. باي باي وفي لمنه.